ودلوقتي النتيجة، مدرسة الليسيه كنا 80 وكان عندنا في الفقرة الأولى 9 إجابات، منهم 8 إجابات ب 16 نقطة. والفقرة الثانية كان عندنا 11 إجابة، 11 إجابة ب 22 نقطة. مدرسة الليسيه 118. أما مدرسة البشاير كان عندنا 8 إجابات في أول فقرة، 7 إجابات صحيحة ب 14 نقطة. والفقرة الثانية بس أنت كانت عاملة لنا أكل كتير جدا، ب 10 إجابات ب 20 نقطة صحيحة. وبكده مدرسة البشاير 144 النتيجة النهائية. المركز الثالث مدرسة البشاير 144، مدرسة الليسيه 118. ألف مبروك المركز الثالث، ألف مبروك المركز الرابع.